اي حدا بيجي بيقول لك كلمتين فبصير انا الحقير والخاين. طيب ماشي، انا الحقير والخاين، فينا نحكي هلا؟ غيس انا مالي فهمان ليش بقى يعني معك لهلا. بتعرف ليش؟ يمكن بس مشان ما اطلع بالخزوه قدام العالم، مشان ما شمت الناس فيني. اما غير هيك فأنا ما عاد عندي أي شعور، لا تجاهك ولا تجاه العلاء. صح، لو الحكي مزبوط ما كنت عم تبكي هلا. أنا ما عم ببكي عليك، أنا عم ببكي على حالي. لك أنا ممكن أتحمل أي شيء وتحملت كل شيء، أما أنك تخوني وأنا موجودة، والله لو كنت بعيدة نص مصيبة. ليش؟ بس فهمني ليش؟ لك لساتنا بأول زواجتنا. طب ليه كتبت كتابك علي؟ ليه؟ غيس أنا ما عاد عم بفهمك، والله ما عم بفهمك ولا عاد بدي أفهمك. لك شغلة وعم بحكي جد هالمرة، أنا رح أقول لأهلي إنه نحن اتطلقنا
وإذا سألوني ليش رح أضطر أقول لهم. مشان الله حاجة تكذب عليك، خليك رجع لوشي مرة واحدة، طلع بوشي قول الحقيقة، شو رح تخسر أكثر من هيك؟ نهال اتصلتي بأهلك عرفتي ليش زبلونا؟ ليك ما في مرة بكون متضايقة لبتزيد علي، وخاصة المواضيع اللي لها علاقة بأهلي. ليك شو عامل لك أهلي؟ شو عامل لك؟ أول شغلة وطي صوتك مشان ما في صغير، ثاني شغلة إذا مقروقة من أهلك مو تفشجي فيني، اتصلي فيهم وشوفي وينهم. سلافة ما عم ترد، وبابا تليفونه مشغول. مثل العادة، بيل جيتس قاعد على الإنترنت. عيني، إذا ما عجبك إنه أهلي ما طلعوا واستقبلوك بالمطار، فكري وينهم أهلك المحترمين؟ يا ستي أهلي شرشيح غيره. عاصم بنكمل الآر بعدين، في مجال بعد إذنك جيب لي شريحة تليفون؟ غليان قلبي على أهلي، أكيد صاير معهم شي، يا ريتني ما لغيت الصفر. ولك طولي بالك طولي بالك، ما بيكون في شي، كل مرة بتنحري وبتحش مخك شمال يمين وبيطلع ما في شي. ما في شي، لا تخافي على أهلك، أهلك ما بيصير له شي، بس على ما يبدو دريوا إنه ما في هدايا. عاصم رجعنا؟ أنا فايت على غرفتي، مين ما كان له جايته الشقيقة. الحمد لله على السلامة يا بابا. شو صار معكم شي؟ ليش ما حدا منكم بين؟ أحمر سلافة ما اجوا؟ لا ما حدا بين، صار شي؟ لا لا إن شاء الله ما في شي بابا. خليني اتصل معهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله ما في شي. بلش فيلم السهرة. خايفة يكون صار له شي، لأني وقت سفقته بالكاسة. تليفوني ليكو، لو صار شي كان رن، خلص ما تفكر بالموضوع. بكرة بنشوف شو بدنا نساوي. ما أريكم مات؟ إن شاء الله إلهي وأنت جاهي يكون مات. بلح الحكي هلأ بلغ الوسطاك. أنت عم تقولي إنه لحقك وما نزل ولط الدم، خلصنا بقى. طب ليش عم نتحذر هلأ؟ دق له وحاكي. ما رح دق له، يمكن هو. لا بابا. ألو أهلين بابا. ليش قديش الساعة؟ إيه طيب أعطيني أعطيني أحكي معه سلام عليه. دائما بسود بشي مع أبوك نسيت أطلع المطار. هلين هلين كيفك حبيبتي؟ الحمد لله على السلامة. هلين روقي روقي شوي روقي، في قصة اسمعيني. الحمد لله على السلامة. أول شيء اسمعي، وزامة عندي سافة أجوزة بكاسة وجاي لعندي وحالتها بتهون، وأنا فت بالحيطان ما عرفت شو بدي ساوي. العمى يعني ما هيك مصدق؟ خدي احكي معه. الحمد لله على السلامة هلين. أمير تلتشات. أمير رد. لك والله ما قصدي لعبك شبك، بس أمير تلتشات رديت. شات تبع التلفزيون.
لك ايه؟ لك حزين شو؟ مو انا كنت مخربك بين الستة والسبعة؟ ما رديت. والله اسمعني شوي. انا من وقتها مش عم اقول لحالي، عم اقول ليش تلعب اللعبة ما دام ما بدها تعطيني الرقم؟ عم حزين شو عملت؟ رديت رجعت للارقام. لك علي؟ لك علي كأنك رجعت نمت ما؟ ايه عم شو صار؟ شو صار؟ لا عن جد انك غليظ والحديث معك بهوي. لك شو بقوله؟ شايف قاعد عم صحصح. ايه عم انا شو فكرت؟ الحقيقة تكون بعت حرف خاء وانا ما شفت النقطة، لأنه انا شو كنت مفكره؟ كنت مفكره حي. المهم رديت عليك، خلص. رديت. شو صوت يا علو؟ ولي على قلبي فلاجي. متى بدكم تشوفوا بعض؟ شو؟ امتى بدكم تشوفوا بعض؟ لا دغري، بس انه هيك حكينا شوي. شو حكيتوا؟ هلا حكينا من الحكي تبع الشات شوي، ويعني انا ما بنخاف علي بتعرف. علي؟ لك علي عم بحكي معه. معك سمعانا. ايه هلا المهم انه انا اخذت رقمه. طيب شو اسمه؟ ما بعرف ما قالت لي. شفت؟ بلشت ولدني. ولدني؟ طيب علي مو لحق عليك، لحق علي اللي انا عم بحكي معك، حبيبي رجعنا. مرحبا. اهلي. انا وداد، انا اجيت لهون من فتره. مرحبا سجوري. اهلي. انا وداد رفيقتها لمها، ما بعرف اذا تذكرتيني. ايه اهلا وسهلا، تفضلي. شكرا. شرف. تفضل. الحقيقة سجوري، أنا من زمان كنت حابة إجي أتعرف عليكي. مها بتحكي عنك كتير وشوقتني لحتى أتعرف عليكي، بس دائماً منحس إن الوقت بيسرقنا مع إنه ما عم نعمل شي مهم، ودائماً منحس حالنا ملحوقين. أهلا وسهلا فيك. الحقيقة مالي عرفانة منين بدي أبدأ. يمكن تحسيني حشرية أو ببساطة مالي علاقة، بس حسيت من واجبي إنه أجي لعندك وأحكي معك. أنا يا سجوري ما عندي أولاد، بس بعتبر مها مثل بنتي ورفيقتي وصديقتي. مها قررت تسكن عندك. حكيتوا سوا؟ لا، بس لو عندك أولاد كنتي عرفتي بشو بفكروا. الله يخلي لك اياهم. على كل إن انا ما عندي مشكله، يعني تنقل ايمتى ما بدها، تجربه جديده بحياتها خليها تعيشها. اي بس يعني هذا مو حل، لازم تقعدوا مع بعض وتحكوا. شكرا كثير لنصيحتك، وانا مقدره كثير جيتك، بس بدي اسالك الله يخليكي. تفضلي. انت بدك تاجريها الغرفه ولا تعطيها اياها هيك؟ سجوري انا بالاساس كنت بدي اجر غرفه عندي بالبيت، وحطيت اعلان بالمركز، ومها اجت حكت معي وانا ما وافقت. صحيح انا ما عندي اولاد، بس بعرف حرقه قلب الاهل على اولادهم، وبعرف قديشك ام متفانيه ومقدرت لك هالشي. بس الاولاد دائما بحاجه لشي تاني، بحاجه لمين يسمعهم وبدون وصاي. صدقيني مها بحاجة لمين يسمع. ايه طبعا. شو بتحبي تشربي مدام؟ صباح الخير حبيبي. صباح النور. تحب تشرب القهوة هون ولا بالمخبر؟ لا بشربها هون. شبك عاجقة حالك؟ شو في؟ تقعدي معي. عيد ميلاد لونا، بدي الحق انظف البيت وجهزه وسنينه قبل ما تيجي من المدرسة، رفقاتها جايين على الساعة 4. هلا هالفصعونة صار عندها رفقات؟ لساتها بالروضة. بعدين مين هدول اللي بده يبعتوا اولادهم؟ جايين مع امهاتهم.
مشان هيك ما بدي حسس الفصولي من شي من قبل، بدي اعمل لها اياها سبرايز، شاري كله فستان زهر بيشل. تعال لا بعدين شو لابسته على الحاله، رح تقضي كل الوقت اليوم بالبيت انت. ليش في شي؟ يعني كنت حابب اعزمك على شي محل. حبيبي هلا انت ليش كل مشاريعك ما بتطلع الا وقت بتكون متاكد ومستحيل اني اكون قادره؟ يعني يا يوم الخميس يا يوهو علينا، يعني حرام الواحد يعمل معك منيحه اساسا. لمي بدك تطلعي؟ لابوكي، بحياه عمره ما قال شكرا لحدا. هلا ليش حشرت سيره ابي بالنص؟ بعدين اذا مالك طايقه ليش رحت لعنده؟ شايفه بالله قديش اني مهتم بحياتنا، لحتى اضطر انزل لعند كامل بيك واشكيله همي وفوق منه اتحمله. بس شو بدي اعمل؟ ما في حدا غيره ممكن يأثر على مخك، بس فالج لا تعالج. بعدين تعي لهون، بنتنا ما اسمها لونا. بعرف، معقول انسى اسم حماتي العزيزة كادو؟ في حدا بيسمي بنته هدية؟ عم تقفلي على اسم امي؟ مو احسن ما كل يوم والتاني تطلعي لها للبنت اسم شكل؟ يوم لولو يوم لالا، يلا فوتيها بالحيط للبنت. هيك هيك فايتة بالحيط، مو امها شغل حجابات وسحر؟ كتير حلو هالحكي، ما دام ما حسنتي تمسكي حالك غير هالكم يوم، تعي حتى نفتح السير كلياتها بكون احسن. بعتذر منك، ماني فاضيه، عندي شغل لفوق راسي. خوي تاخرتي، عندك شي ولا تنبل اليوم؟ خزامة ساعة بالضبط 11 وربع. ليش لهلا ما فيقتني؟ ما وحدي الساعة 12، خلص ما عاد لحق، أنا ما عاد لحق. هلا هون السلابيس بيجوا فاضيين لما لا. طولي بالك، لا تنشد شي، طولي بالك. معنا وقت. هلا بناخذ سيارة تاكسي بوصلك بعدين بروح على المؤسسة. لك شو هالصابونة المعفنة؟ هي المراية ليش هيك وسخة؟ كيف بتشوفوا حالكم فيها؟ عمار نعم شاي غير مستعملة؟ هي فرشاية واحدة ما في غيرها، بستخدمها أنا وغيس. عم تمزح؟ منيح ما كنت متجوز، خلصيني بقى. أما جود ما صار له شي ما؟ وقال لك كان وصلنا خبر. إن شاء الله. أنت ليش رايح بكير على المؤسسة؟ أسي أسي ليش مالك مصدق؟ سائر قبل ما يسافر قال أقل من 25 مليون ما منبيع، هو هيك قال. يا ام سائر، متفق انا وياه هدول الناس شرايين، مو كل يوم في زبون، انت عم تبيعي بيت مو بطاطا، بعدين شو 25 مليون؟ يعني الشغله بالعقل، البيت كبير ما اختلفنا، بس ماله بالمالكي. ايه خلص، بس ليرجع سائر بحاكيه بركي بقنعه. وامتى بيرجع بسلامته؟ والله حسب ما بيتساهل شغله، ولي على قلبي عليه من كتر مو مشلوش بشغله، نسي موبايله هون بالشام. اخر كلام يا ام سائر، خلينا على كلام المحروس القديم، 13 مليون ونص والله سعر لقطه، اسمعي من هالدقن. أبو محمد بتريد إنه أعلى مع ابني أنا؟ لا إله إلا الله. على كل حال شو بصير معكم خبروني إذا فيك تخبريني اليوم، ولا أقول لك تصطفلوا البيت بيتكم أنتوا أحرار. بس هذا السعر ما بيجيبه إلا إذا في حدا مقتنع إنه في تنكات ذهب. عن إذنك، السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. أشوف إذا رح تحسنوا تبيعوا البيت. خزامة صار لي من الصبح ناطرك هون، معقولة ما تحكي معي تليفون تطمني فيه عليك؟ معقول؟ خزامة ما بدي احكي معي تليفون؟ ما رح نكمل مع بعض، ما رح نكمل مع بعض، خلص مستحيل، حاجة بقى فضايح، لإمتى بدنا نضل هيك خلص؟ خزامة أنا بحبك ما فيني مش بلاتي، بدي حياتي كلها. خزامة معقولة امبارح اشتغلت عليك على الشرطة شو كان صار؟ أنا حبسوكي خزامة ضربتيني، خزامة ضربتيني وخليتيني عم بزف وتركتيني لحالي، أنا كان فيني اشتكي عليكي لو ما جريت حالي جرع الشارع كنت متت. خزامة ما حد لاقي حدا يحبك قدي صدقيني. خزامة ليك لا تطرف معي شوي، خزامة الله يوفقك انا بوعدك. ليك ليك انا بعرف ان انت ما عاد صدقتي وعودي، بس انا بوعدك انه انا ما عاد بدي ايدي عليكي والله. خزامة اصلا انا ما عاد بقدر بدي ايدي عليكي، انت صرتي بعدك بتخوفي. جود ما في شيء رح يتغير، انا مستعجله. خزامة انت مالك غيري، مالك غيري، مين مهتم فيكي قدي؟ ابوكي؟ ابوكي مو مصدق ايمتى تخلص منكم صدقيني، ولا اخوكي عمار عمل لي ظرف شهامه بتحملك اسبوع ولا شهر ولا شهر ونص بعدين حيتركك.
مالك غيري خزامة صدقيني والله. يعني انت بترضى ارجع لك بس لانه ما عندي بديل؟ ايه ايه برضى. الو اهلين، يلا يلا جاي ماشي. باي ادونيس باي. هلا 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 وقت ادونيس، هلا وقت ادونيس، لك خلص هلا وقت ادونيس خزامة. ولاعب رودريجو هلين، تركي كل شيء من ايدك وتعي داخلي، ما بينضف البيت بيوم واحد، ما بينضف، تعي. عاصم تقبر قلبك، ما رح اقدر اطبخ شي اليوم، نزل شي مشي من السوق، ولا اقول لك احكي مع امك، خد هلا وتغدى عندها، ايه؟ هلا مين جاب سيرة الاكل؟ بعدين انت هيك رح تمرضيها، يعني بيت صرنا تاركينه 4 سنين ما بينضف يوم وليله، خلص انا برايي نستاجر بيت ثاني وننظفه، لك حتى جهاز الدش خربان. حتى إذا بدنا ننتقل ما بدنا ننتقل على نظافة، وهذا البيت بده نفض، لكن هيك بدنا نعيش فيه. بعدين أنت إمتى بدك تفتحي مع أبوكي سيرة العيادة؟ حسيت امبارح مطنش بنوب على السيرة. عاصم كأنه بلشنا نق، يعني وضع كثير كان منيح امبارح إحنا نفتح هيك مواضيع. سبحان الذي خلقكم على العيرة، على أساس دائما الوضع عندكم منيح، يا أما حدا متطابش مع حدا، يا حدا متقاتل مع حدا. إن شاء الله عاصم، مو وقتها هلا بنوب. شوفي وينك، يا بتفتحي مع أبوكي سيرة العيادة يا قسما عظما. عاصم قوم ساعدني بالشغل. يا خليني فيق لك على خده ونزيل، خليني كفي شغلي. ولا اقول لك شو رايك تقعد تفكر شو بدك تشتغل، هي اضبط شيء، واتركني انا افكر انت بدي افتح العياده وامتى بدي بلش شغل. هلا هي هي طريقه التسكيت الجديده تبعك؟ شو عليه؟ انا رح ارجع لوظيفتي، انا هذا اكثر شيء فيني اشتغله. هي اكثر شيء؟ هلين هلا انا وياكي متفقنا انه نشتري ارض ونعمر ونبيع، ولا استشرتي المحامي تبع العيله تبعكم ام غيرتي رايك؟ ما استشرت حدا، والمحامي اللي عم تحكي عنه ما عنده خبر بالموضوع، مشان هيك عم قلك قعد فكر شو بدك تشتغل، دور على أراضي، الرخصة بتاخد وقت. عاصم لا تنسى إن احنا بنحط كل المصارينا اللي اشتغلنا فيهم بالسعودية بهذا المشروع، فكر شو بدك تاكل. يعني انتي بتعرفي بدك تستأجر ومع هيك ما قلتي لي؟ اختي ما عم بفهم عليكي. ها يوم بتخانقي ما هلا انا تاخرت نص ساعه، ويوم بدك تقلعيها من البيت، ويوم بتقولي لها لازم تعتمدي على حالك وتكوني واثقه من نفسك، ما فكرتي انه هذا الحكي ممكن يعمل عندها رده فعل؟ مشكلتها انه عمرها 25 سنه بس مصره تتصرف مثل المراهقين. هي ما لها علاقه بقديش عمرها، انتوا اللي صاير بيناتكم سوء تفاهم. لك تخيلي منظري، انا تجيني ست ما بعرفها تعمل علي مرشده اجتماعيه، ليش؟ لأنه بنتي العاقلة قررت إنها تستأجر لحالة، خلص أنا رح أحقق لها الأمنية. طولي بالك أختي، لا تكوني أنت والظروف عليها للبنت. بعدين بس بدي أفهم شغلة، ليش مستعدة تسمعي رحاب للآخر وما عندك استعداد تسمعي كلمة واحدة من مها؟ تعرفي شو أكتر شي حارق قلبي؟ إنها رايحة بدها تستأجر وتعيش لحالة، هي ما فكرت بحياتها تحط فرنك بالبيت، وشايفتني قديش محروق دمي وما ضل حدا ما تخنقت معه مشان المصاري. ليه ما بتفكري انها بتخفف عنك؟ انا ما بدي منها شيء، بدي تحس فيي بس. هاي رحاب قضت 2000 ليره جاي عم تعطيني اياهم، مشان هيك ما لازم تقارني بين التنتين. شكرا كثير انك قريت النص، بس انت ما عم تجاملني. انا ما مدحتك لحتى جاملك، يعني ما حبيت النص، كنت عرفانة، حتى أنا لما بقرا النص هلأ بقول بده تعديل، لك حتى العنوان كمان. اسمعيني أنا آسف، مسرحية ما قريتها، بعرف إنه هي 30 صفحة وبدها ساعة قراية، بس امبارح كان نهار عجيب غريب ما قدرت. ما في مشكلة، أنا غليظة قلت لك اقراها بيوم. لا ولا يهمك، الحياة السينمائية ردوا لي خبر؟ إيه رح ينشروها بس العدد بيطول. يا حبيبي، بتعرفي؟ هدول لازم يكتبوا على مجلة، مجلة حولية مو فصلية. أهلا رحاب، كيفك؟ كيف ماما؟ الحمد لله منيحة. ليش ما عاد اجيت أخذتي مواد التحميض؟ والله يا عمو بعتقد إني ماني خرج، ما كتير عم يزبطوا معي الصور، حتى الماما كمان عم تنزعج من ريحة مواد التحميض. مع حق. أهلا يا عمار. أهلا أستاذي. أهلا. شو مبكر اليوم؟ إيه أنا مخليته يجي بكير. إيه رحاب، أنا اليوم المساء بقرا مسرحية. عمار على فكرة بقيان أسبوع لتقديم الأفلام. سيدي ما رح أقدمها هالإلياز اللي عندي. كتير عاجق اليوم، رح روح أحسن. شو عندي؟ بدك يعني تم بتم. حابة تم يتم. شو قصة الأفلام؟ في واحد من برات المؤسسة يقدم فيلم؟ لا ما بعتقد. طيب ما تقدم،
هدول على اساس بدهم يعملوا تغيير وينعشوا السينما، بيقولوا للعالم قدموا على افلام، الناس كلها بتقدم، بيقوم ما بيوافقوا على فيلم، لا بيوافقوا، بس على افلام الوصايه، صارت معروفه القصه. اي قدم ما بتخسر. لا بخسر، لانه بدي حدا يكتب لي السيناريو، يعني بدي اتدخل عليه، وهات يوافقوا عليه، هات ما يوافقوا، واذا وافقوا بيدفعوا له فرنجات للكاتب، وما شاء الله عنهم كتابنا، مستعدين يعملوا لك من فكره فيلم سيناريو 30 حلقه المسلسل. اي انا عندي فكره بوصل لك اياها. انت شو؟ صحفيه ولا كاتبه مسرح ولا سيناريست؟ انا رحاب. طيب اليوم في مسرحيه، شو رايك نروح نحضر انا وياك؟ خرباني ساعتي، ومستحيل احضر مسرحيه بدون ما يكون معي ساعه، لانه لازم اعرف قديش باقي للمسرحيه لتخلص. طيب في حفله موسيقيه بدهم يغنوا لفيروز. ما بحب لفيروز. في حدا ما بحب لفيروز؟ انا عمار ما بحب لفيروز. طيب بس تخلص المسرحيه اذا بدك حاكيني. عندك شي بكره المساء؟ لا ليش؟ مشان نعمل موعد بدون تموين، يعني ما نضطر نحضر مسرحيه ثقيله او ننصرب على كراسي حفله موسيقيه تافهه او نشوف فيلم نحن عم نفكر وين نروح بعده، شو رايك؟ عندك شي بكره المساء؟ يا مها مالي قدران مالي قدران. ايه ايه تعبان كثير. ايه عم كسر احجار. ايه لانه جديد بالشغل هيك. انا باخر شعري الحمراء. طيب خلاص ايه قلي لهم مريض. اعطي الدرس انت لحالك. هي دخيلك شو بدي اعطي النظريه النسبيه انا؟ اسمعي لقلك لا 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 خلص لا طالع على البيت. عم اقول لك بشارع الحمراء باخر شارع الحمراء مقابيل بلو تاور بني وانا عند البلو تاور كمان. منيح ما عم كذب. شو عم تعملي هون؟ خلصت من دار النشر على بكير، قلت لحالي لانزل على السوق احرق قلبي شوي، بعرف انك بتشتغل بالحمراء اكيد بشوفك. مها انا تعبان كثير وملعي قلبي من الشغل. ها والله شو حبيبي بدك تعود هذا روتينك اليومي. كلفوكي بروايه جديده؟ لا لسه، بتعرف هي مرحله التأفف مشان تخفيض الاجر. عرفت قد ايه بدك تاخذ؟ هذا كله حكي، بكره شويه وقت بيرجع كل شيء مثل ما كان. شويه وقت بعدين حتى لو سقطت انتوا لساتكم صغار، بكره بترد بتحبل وتجيبوا كذا ولد، صاير انتوا كثير عم تحملوها. لك انا ولا هي؟ ديما رغد انا اللي بعرفها، اذا حاطه شغله براسها مستحيل ما تساويها، وفوق انا اهلها. إيه اما من يوم يوم ما بتطيقني. اي مو مشكله، شو انتوا اول مره بتتخانقوا؟ بعدين حتى هي لما حد مشان النقله على حمص. انا بالنسبه لي ما عاد احكي معها، هي تشوف شو بدها. بعدين حدا غيري توصله ورقه المحكمه، ما كانت شافت خلقته. لك انا شو عامل لها؟ طول عمري محترمها ومقدرها، واي شيء بتطلبه بلبي لها. ولو انه سؤال بارد، بس رغد شو طلباتها؟ عم تطلع على حالك شو مقدم، طلع عليها كمان. سائر انتو هلا مزعوجين كثير، بس انتو الاثنين كثير بتحبوا بعض. خلص شوية وقت وإلا ما بترجع لعندك. بركي بس لينباع البيت بتغير رأيها. بس هلا أهم شيء إني أشتري بيت. بتعرفي؟ أحيانا بحس حالي إني مقتنع بكلامها إنه ننتقل لحمص. إن بلا صدقتك، أنت يومين بحمص وبدي خلقك مشان وقتها تطلقوا 100%. شو ها؟ ماما دريت انه رح تستأجري غرفة عند ويدان. ضروري حضرتك تقولي لها، شفتيني اخذت اغراضي وانقرعت. ويدان اجت عند الماما زيارة ودية الصبح. ويدان؟ وليش هالحقارة؟ شو العلاقة هي التانية؟ قامت امك ضبط لك شنتيكي مشان تسهل عليكي مهمة الخروج من المنزل. يا الله انا ناقصة. اي انت بتجيبي البلا لحالك. مها ما الله يوفقك رؤي لا تخليها تعصب. لحظة لحظة شو قالت لك كمان؟ ما جابت لها سيرة شادي. دورة الرقص حكيت شيء؟ أنا على أساس عم بلعب أيروبيك. بعتقد. ادعيلي.
فوتي لا تخافي. لا 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 تشعلي الضوء، راسي عم يجعني كتير. ماما أنا آسفة مشان موضوع وداد، أنا ما كان قصدي. شو كنتي عم تمزحي معها وقت قلتي لها بدك تستأجري عندها؟ ولا يهمك، أنا بعرف إنك مانك حابة تسكني هون، لأن أنا بدقق على الفوتة والطلعة وعلى اللبس. في غير هدول الأشياء أنا معذبك فيهم؟ إيه صحيح، قصة روميو وجولييت تبعي. أنا ماما بس اللي صار معي لسه ما خلصت. أنا بيوم من الأيام كنت مثلك هيك، كنت أنا وأبوكي حابين بعض وكل واحد من طائفة، بس نحن اثنين مسلمين، يعني لسه الوضع أسهل من وضعك بكتير. مع هيك تعذبت وبصراحة اندمت بعد هالتجربة الحية قدامك. بعرف هلأ ليش أمي كانت كلها الوقت خايفة علي. لأن نحن عنا مو اثنين بس بيتجوزوا بعض، عيلتين بيتجوزوا بعض. انت كبيرة ومتعلمة، فكري على مهلك وخدي قرارك، بس لازم تعرفي شغلة، اذا قررتي تاخدي لها الشاب بدك تعتبري انه امك ماتت. لك اغراضك مطبوبين، اذا بدك انا بوصل لك اياهم لعند وداد، واذا لا ما عاد بدي اسمع سيرة شادي نهائيا. فكري منيح قبل ما تردي الجواب. طلعت حبيبة قلبك ديما عم تروي سير ونوادر حضرتك حكي لها اياها، لانه نهار قالت لهي بتعرفي لها غيس؟ قامت هديك بكتت لها كل شيء بتعرف سير ونوادر. بما انه اخي عمار الانسة نهار بتشتغل بالحسابات، حسبتها بمخها عم طلع معها انه هاي السيارة صارت بعد ما كتبنا كتابنا على بعض. طيب انت ببساطة كان فيك تقول لها هاي القصص كلها صارت قبل ما نعرف بعض وتنفض. ما طبعا كان ممكن لولا تدخل الملكة خزامة بنص المشكلة. والله انا ما حكيت شيء. ايه وهلا علمي علمك بكت شوي وحكيت وعملت لي محاضرة وراحت. ما بعرف شو مليت، والله بعرضي بديني مليت. حكيت لها كل شيء من كتر ما عندك قصص على اساس. لك وما صدقت انه صدقت، لانه فكرتني دنجوان، بس ما بعتقد تساوي شيء. اولا السيارة قديمة صلى شي 4 سنين، ثانيا والله ما بعرف شو ثانيا، يبدو هي ملت كمان. صار عندنا نفسية المتزوجين قبل ما نتزوج، مو مسخرة. لك وينها خزامة من ساعة اللي اجت وهي بغرفتها؟ خزامة ثواني وينك لهلا؟ ما صار في شيء؟ اساسا ما في شيء؟ عم تحكي مع جود؟ لا طبيعية انت؟ لا انت اكيد ما لك طبيعية. انت شو مشاعرك تجاه هذا البني ادم؟ يعني بتنبسطي ان تكوني منهانة معه؟
فهميني فهميني مشان اعرف شو بدي ساوي. معناتها بابا كان معه حق وقت كان يقول انه لازم ترجعي له لانه بتلبقوا لبعض. لك قليلي اعطيني غير هالتفسير وانا بحاكي. أيام العشرين ما عملت هيك يا كامل، هي جهلت الخمسين. ليش جهلة؟ هذا التخلف تبعنا انه بعد ما الواحد يصير بالأربعين بصير عيب. متبرر لحالة. معقول كون بحبها؟ ولا ليكون فيها شيء من ماجدة؟ كأنه طقم طلع ظابط علي. ما شوف شو رأيك؟ اوه فرجة شغلة كبيرة. بس البنطلون شكلته بشكالة لأنه رح يسقط كتير كبير. بس ليك حاطه قميص فوقه ما بيأثر. ما حلو. شو دالة أني تبتلوني عليك يا زلمة؟ لك صحيح علي، هلا أنت ليش هيك دائما بتضل قاعد بالبيت؟ وين ما رحت بدك تشوف وجوه عكرة، بلاها أحسن. لا ولي البنطلون بتوسخ ما بدي. شو اليوم الموعد؟ أكيد رح تعرفني. على كل الأحوال هي مع رقم موبايلي، إذا ضوعتني بدي قلي ما؟ إيه أكيد أكيد. وين موعدها؟ هلا رامي عم بيقلي وعدها بجنينة الجاحظ، على هنيك في كذا هيك قهوة ومحل يعني زراف خرجي قاعد فيهم. أيمن ما تفرط قدامها هلا، حسسها إنه هيك في قبلها شي 20 30 وحدة بحياتك، ما تقلها إنه هي العلاقة الأولى. إيه أكيد. أصلاً يعني هي ما أول بنت بحياتي. بعرف بعرف. موفق. يلا باي. باي. كأنه إذا لبست سبور أحلى ما؟ إنه جينز هيك يعني طلع كول أكتر؟ لا 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 هيك فرجي كتير طالع حلو. طيب يلا ادعي لي. يعني هلا مستحيل نلاقيك، كل الموظفين طالعين، ما في شيء جديد، شو تغير يعني؟ أنا اليوم مرجع بالي شنطك ورا السرافيس والمكاري. وإذا أخذنا تاكسي بده يطلع حسابنا هالقد. لا تاكسي ولا شي، خلينا نتمشى شوي طاقة قلبي. شو عليك؟ مالتي لي، شو أخبارك أنت وغيث؟ شو بدي أحكي لك يعني، مثل العادة، اتأسف واعتذر وكان في ظرف وما كان قصدي، كله إلا هي ما كان قصدي يعني ما فهمتك. يا ستي أنا قرفت. نهار؟ نهار؟ ليكي هذا جواد. منو هاد؟ لك جواد جواد، شوفي لي يا ما حلو؟ ليكي بحكي كل مساء انا. اي الله باي باي. تفضلي. يسلم ايدك. خليكم، وين بدك تروح؟ ابتسام والله عندي شغل كثير، بعدين الحمد لله يعني الطبيب طمنا انه مجرد انفعال. بدك تجي الطهر؟ طبعا بدي اجي، رح اجيب اكل وبنتغدى مع بعض. كامل انت مالك مصدق انه انا مبارح اغمى علي؟ ما طبعا مصدق. انت هلا ارتاحي ولا تتعبي حالك؟ انا حكيت مبارح مع الدكتور وقال لي انه قال لك على كل شيء، وصف لي ادويه مهدئه وقال لي انك انت يعني اوعك تاخدي ادويه مهدئه. ابتسام كل الأدوية المهدئة بتعمل إدمان، بعدين الواحد بصير بحس حاله كأنه مسطول، وهيك ها؟ يعني لساتك بتخاف علي؟ طبعاً. ومع ذلك رح تتركني. أنا بعرفك وقت اللي بتقرر. كامل بسأل هذا الشيء لأنه أنا كنت أطلبه منك؟ ولا في شيء جديد؟ يلا ابتسام، بشوفك بخاطرك.
فظيعة شو لخلق ضب الصيفي والشتوي كمان. منيح رتبت لك غزانتك، شو ناوية تعملي؟ بشو؟ اني اتركه لشادي؟ اكيد لا. ليه حابة تروحي هلا تقولي لا؟ ليش انا امتى قلت لا؟ بعرف بس الواحد يحب ما بيقدر يترك. هي النظرية طلعتي فيها بعد غرامك الجارف لعمار؟ يعني هلا انتي بتحبيه، بتحسي انه لما بتشوفيه بيعرقوا ايديكي، بيطرق قلبك، بتحاولي تكوني مهضومة، بتقومي بتطلعي سئيلة، ما بتقعدي تعرفي شو بدك تحكي، ما فيك تطلعي بعيونه، هيك يعني هالشغلات. هذا بالضبط، من أول ما شفته بالحفلة الموسيقية وأنا هيك حاسة، بس يا رب هو يكون مو متذكرني مشان ما يتذكر الوقعة اللي أكلتها. أنتي متأكدة إنك بتحبيه؟ هلا أنتي عم تقولي من أول مرة شفتي حبيتي، إيه ما كنتي حاكية معه كلمتين على بعض، معناتها عجبك شكله، ففينا نقول إنك معجبة فيه مو حاببتي. يعني هلا فيكي تقولي لي مثلا شو اللي حاببتي فيه؟ طيب انت شو بتحبي بشادي؟ كتير شغلات. اعطيني شغله واحده. قومي قومي ساعديني. يا الله شو بتقيل لوداد؟ لا تقيل شي ولا كانه صاير شي، حراميه حابه كانت تخدمك، بعدين بتعرفي الكبار كيف بفكروا. قولي لي شو هي الشغله اللي بتحبيها بشادي؟ حبيبتي ما في شي اسمه شو هي الشغله اللي بتحبيها. في شيء اسمه هيك حب نقطة وانتهى، أنا بحبه كله على بعضه. بس أنا والله يا رحاب لما حبيت شادي حبيته من بين كتيرين، فيا خوفي أنت تكوني حابة عمار لأنه لا هو أصلاً مو قايمني من أرضي، ولو الشغلة مرتبطة بأنه ما في حدا كنت نزقت بأي واحد. بدي اني ما اريد احكي على مود ما احسد نفسي، صدقيني اني ما كنت بتخيل ان الامور تكون على هاي التمام. قبل شهر واحد اني كنت يم القصف واتمنى اني اموت. بعيد الشر عنك، ما تحكي هيك. لا اريد احكي هيك، اني اول ما جيت ما حبيت احكي على مود ان الصوره كانت قاتمه قاتمه وماكو فرح. بس اني هسه من وقت شفتك بدت عندي حياه جديده. خلص عن جد لبقى تحكي هيك، بخاف انه الواحد يحسد حاله. بس ما قلت لي انت مشقره وهيك غير كل الايام الماضيه، كانه في شيء جديد بحياتك. ابويا بديع اني غير انه شفتك بالصدفه وغير انك انت بنت حلوه ودا تحكين وياي ومتواضعه، اني بديت شغل جديد. ممتاز، وين؟ مشروع ضخم حكيت لك عنه. تبع العراقي؟ هاي تبع العراقي، شنو عراقي؟ هاي حتبقى عراقي وسوري، ما يخالف عيني بديع، انا اعتبرها هاي الخصوصيه مالت علاقتنا. حبيت هاي الخصوصيه. انا قبل ما كنت قادر احكي، كان اكو ضيق حال عندي وكنت محرج، ويعني ايش دا اقول لك، على مود اللقاء مالتنا يم الحدائق. معقول انت جواد؟ ايش هو لسه ما عرفتني؟ شو هي ضيق الحال؟ على اساس انا مليونيره؟ بعدين ما بتفرق حديقة ولا بأفخم محل بالشام، المهم إنه نحن سوا. وهسا هاني صرت أقدر أستأجر بيت بروحي. عن جد؟ ليش؟ مع مين كنت مستأجر؟ هاني ما قلت لك إني أنا مستأجر مع 6 شبان من عندنا من العراق. شو هالحكي؟ طب كيف مرتاح؟ يعني أنا بعرف إنه لك مزاج كتير خاص. بدي يا أبويا وقت الضرورة ماكو مرتاح وغير مرتاح. أنا ما أريد يعني أشغلك وياي بمشاكلي ولا أحملك همومي، أنا أريد منك تبقى هاي الضحكة والابتسامة على شفايفك اللي تخبل. مشان هيك ما كان عندك استعداد تدلني وين بيتك هون. بديعة أنت بالنسبة لي زوجة مستقبلية، أنا هسا أقدر أحكي هذا الحكي على مود أقدر أعيشك عيشة مناسبة وزينة. أخاف تقولين إن أنا أحلم ودا قشمرك وأضحك عليك. لا عيني أبويا، هسا أكو شغل بالعمار، ومن يومها لا يخلص هذا الشغل نكون دبرنا السفر يم هولندا يم كندا، بوقتها أنت اللي تختارين. لا أنا ما بزعل منك، لأني بعرف إنه أكثر الكلام مالك قصدي،
جوري أنا بعرف وضعك وفي شغلات كتير مقدرة، بس يعني هذا ما بيمنع أني انزعج أنك عم تشككي فيه. وبعدين أنا أكيد أنه ندى إلى يد بالموضوع، أنه هي أصلاً ما بتحب تشوف حدا رأي مع حدا. على فكرة الباعة حلوة كتير، مع أنه صار لي زمان ما اشتغلت. جوري أنا بشتري حصتك، بس هلأ ما فيني جمع أكثر من مليون، وهذا كله بده يضل دين علي. أنا جبت الدلال وسألته، قال لي المحل بيجيب 5 هذا سعره، بس أنا ما معي. هلأ بعطيكي مليون والباقي ما رح أكله. بس موت بتعطي الباقي للبنات. أنا هلأ كل شيء عندي بالدنيا محصور فيها. لك يا ريت بناتك ما أدرين الشيء اللي عم تساوي مشاري. خلص يا جود، وعد إذا لا سمح الله صار شيء بعطيهم، وإذا مالك مصدقتيني هلأ بساوي لك وصل أمانة. ماشي، إمتى بتعطيني المليون؟ أول شيء بدك تفرغي لي محل مشان أقدم قرض، وبعدين لنلاقي هذا اللي بده يديني المليون. شتى دموع